أخرى في المحاضرة السادسة من مقرر الاقتصاد الكلي لبرنامج التعليم الإلكتروني عن بعد لطلاب إدارة الأعمال. بداية أتمنى إن شاء الله من الجميع أن نراجع المحاضرة الخامسة وراجع الكتاب، لأن يبدو لي طبعا ما هي نظرية، في بعض المعادلات وبعض الرسومات البسيطة وبعض الأرقام، لكن أتمنى من الجميع أن نراجع الكتاب، لأن الكتاب حقيقة مبسط جدا، وحاولت قدر الإمكان جاهدا أني أبسط يعني توصيل المعلومات وأركز على بعض النقاط اللي ذكرناها سابقا. طبعا في محاضرة المحاضرة الخامسة من ما تذكرون يا أخواني أخوات، أنه تكلمنا على العرض الكلي مثل ما ذكرت، اللي هو جميع ما يعرض من سلع وخدمات، طبعا بافتراض أنه مع ثبات الأسعار، وبالتالي بيكون يمثل لي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سواء في المدى البعيد أو المدى القصير. وبعدين تكلمنا على الطلب الكلي، وذكرنا مكونات أو عناصر الطلب الكلي اللي هي الأربع مكونات، وأرجو ما حد ينساها لأنها من الأشياء المهمة في الاقتصاد الكلي حقيقة، اللي هو الانفاق الاستهلاكي الخاص، الانفاق الاستثماري الخاص، الانفاق الحكومي، وصافي الصادرات أو صافي التجارة الخارجية. وأنا نعرف أنه أي عنصر من العناصر هذه تغير يؤثر على الطلب الكلي، وبالتالي يؤثر أيضا على توازن السوق، أو عفوا توازن الاقتصاد الكلي. إذا في المحاضرة السادسة هذه إن شاء الله راح نتحدث عن توازن الاقتصاد الكلي، وهذا بس أتأكدكم لأنه الطبعة ربما تكون تختلف من كتاب إلى كتاب، بيكون في الطبعة الأخيرة من الكتاب اللي هو في طبعة 2010 بيكون في الفصل السادس، ما قبل 2010 أعتقد 2008 إذا ما تخني الذاكرة ربما يكون في الفصل الخامس، فيعتمد على طبعة الكتاب. أنتم اللي مطلوب منكم ترجعون للفصل وليس للطبعة، طبعا عفوا ترجعون للموضوع وليس للفصل، آسف، ترجعون للموضوع وتشوفون الموضوع هذا في أي فصل من الكتاب، لأنه أيضا مثل ما ذكر سابقا الرجوع للكتاب مهم. إذا إحنا الآن بنتكلم عن توازن الاقتصاد الكلي، ماذا نقصد بتوازن الاقتصاد الكلي؟ اللي هو تعادل الطلب الكلي مع إيش؟ مع العرض الكلي، وبالتالي يكون الاقتصاد في حالة توازن، لا يوجد هناك خلل في الاقتصاد، سواء أن يكون والله عندي فائض من السلع أو يكون عندي عجز من لتلبية الطلب الكلي، وبالتالي تحدث بعض المشاكل مثل الفجوة التضخمية وخلاف، أو يكون عندي عرض وبالتالي أيضا هناك مشكلة البطالة. فنحاول نوضح كيف نحن نحقق هذا التوازن، وأيضا نحقق أيضا النمو الاقتصادي في حالة أن يكون فيه توازن. طيب قال لك هنا ليتحقق توازن الاقتصاد الكلي عند تعادل قوى الطلب الكلي مع قوى العرض الكلي. لو تكلمنا على قوى الطلب الكلي وخذنا مثال مبسط وراح نبدا فيه، اللي هو ما عندي الا قطاعين، قطاع مثلا الاستهلاك وقطاع الاستثمار، الانفاق الاستهلاكي الخاص السي والانفاق الاستثماري الخاص اللي هو الاي. فهنا قال لك ايش؟ يقاس الطلب الكلي، ومره اخرى عناصر الطلب الكلي، يقاس الطلب الكلي بايش؟ باجمالي الانفاقات. ماذا نقصد باجمالي الانفاقات؟ الانفاق الاستهلاكي الخاص، الانفاق الاستثماري الخاص، الانفاق الحكومي، وصافي الصادرات مثل ما هو موجود هنا. طيب كيف نقيس العرض الكلي؟ شوفوا يا جماعة، العرض الكلي هو ما يتم عرضه من سلع وخدمات، إذا ما يقوم بإنتاجه الاقتصاد من سلع وخدمات، إذا يقاس العرض الكلي بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ودائما أكرر الحقيقي، الحقيقي، لا تذكر لي أو تذكرين لي الناتج المحلي الإجمالي ونسكت، لا، لأن هذا بيصبح هل هو نقدي اسمي أو حقيقي؟ أنت طالبة أو أنت طالب اقتصاد بتقول لا أنا بعترف بالحقيقي، لأنه النقدي والاسمي عنده مشكلة، والمشكلة ممكن يكون يرتفع بسبب الأسعار ليس بسبب قوة الاقتصاد أو إنتاجية الاقتصاد. إذا العرض الكلي هنا يقاس بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. كيف نحدد الآن اللي أطلقنا عليه الدخل التوازني؟ الدخل التوازني باختصار هو توازن الاقتصاد، بمعنى أنه العرض الكلي يساوي الطلب الكلي، أوكي؟ لكن منحنيات العرض الكلي هنا والطلب الكلي ترى تختلف عن منحنيات الاقتصاد الجزئي اللي أخذناه، بنشوفها بعد شوي.
يتحقق شرط التوازن في الاقتصاد المغلق. كلمة مغلق الآن جاتني كلمة جديدة، ماذا نقصد بالمغلق؟ فكروا لي عدة ثواني. الاقتصاد المغلق، الاقتصاد المغلق يعني لا يوجد تجارة خارجية، إذا كل الأنشطة الاقتصادية تتم داخل الدولة، لا يوجد صادرات ولا يوجد واردات، إذا استبعدت قطاع الصادرات. إذا يتحقق شرط التوازن في الاقتصاد المغلق بتعادل العرض الكلي اللي أطلقنا عليه أيضا الدخل أو الناتج، شوفوا الدخل أو الناتج، مع الطلب الكلي واللي هو الإنفاق. إذا في الحالة هذه أنا أبغى، شوفوا معي الواي هنا تساوي الإنفاق الكلي، أي AS إجمالي العرض يساوي AD، معي؟ طيب، إذا الدخل أو الناتج هنا يساوي الطلب الكلي اللي هو الإنفاق. طيب هنا بناخذ نموذج مبسط، في اغلب كتب الاقتصاد الكلي خاصه بعد الاقتصاد الكلي يبدون بنموذج مبسط ومن ثم يتوسع هذا النموذج حتى نغطي كم قطاع؟ لاربع قطاعات اللي ذكرناها سي اي جي اكس ماينس ام. طيب النموذج المبسط هنا قال لك يتكون من قطاعين، بمعنى انه الدخل او الناتج هنا يساوي انفاق قطاعين واي يساوي سي زايد اي. وين الجي والصافي الصادرات؟ نؤجلها الى ما بعد. طيب وفي النموذج المبسط الاقتصادي المغلق المكون من قطاعين يكون شرط التوازن هو تعادل العرض الكلي اللي هو الواي هنا او الدخل المحلي الاجمالي اللي اطلقنا عليه واي مع الطلب الكلي. إذا هنا يا إخوان ويا أخوات هذا AS وهذا AD اللي هو Aggregate Demand. إذا توازن، شرط التوازن، شرط التوازن انتبهوا ركزوا معي، شرط التوازن هو تعادل العرض الكلي، تعادل الناتج من السلع والخدمات مع ما يطلب من السلع والخدمات. إذا العرض اللي ينتج او الناتج من السلع والخدمات يقابل طلب من جانب ايضا افراد المجتمع، وبالتالي اذا تساووا فهذا يحقق شرط التوازن. اذا شرط التوازن هو تعادل العرض الكلي او الدخل المحلي الاجمالي سميناه واي مع الطلب الكلي. والطلب الكلي الان افترضنا بس وجود قطاعين للانفاق، انفاق استهلاكي خاص وانفاق استثماري. المكون من الانفاق الاستثماري المخطط والانفاق الاستهلاكي المخطط. اوكي طبعا المخطط اللي مقصود به اي اي اللي هو ليس له علاقه بالدخل، هو مخطط من قبل القطاع المنتجين. هنا قال لك يفترض ان الاستهلاك اعتمد على الدخل، وتذكرون لما طلعنا الميل الحدي للاستهلاك اللي هو البي قلنا يعتمد على الدخل. لما طلعنا هذا قلنا تذكرون ام بي سي هي عباره عن التغير في سي على التغير في واي. اوكي في النهاية طلع عندي ايش؟ طلع عندي بي. هذه دالة الاستهلاك. دالة الاستهلاك هنا تعتمد على ايش؟ تعتمد على الدخل، كل ما زاد الدخل زاد الاستهلاك، عارفينها قيمة الاستهلاك. حتى لو كان الميل الحدي للاستهلاك ثابت، لكن كل ما زاد دخلي، أنا دخلي 1000 والميل الحدي للاستهلاك عندي 8/10، إذا استهلك 800. زاد دخلي إلى 2000 والميل الحدي الاستهلاك عندي ما زال 8/10، اذا انا استهلك 1600، فيزيد الاستهلاك مع زياده الدخل. النتيجه ليش؟ لان العلاقه هنا موجبه. طيب اذا ما عندنا قطاعين للانفاق، انفاق استهلاكي خاص وانفاق استثماري، هذا معنى انه العرض الكلي يساوي الطلب الكلي في الحاله هذه، انه الواي هنا تساوي انفاق استهلاكي خاص زائد انفاق استثماري خاص اللي هو المخطط. إذا الواي هنا تساوي السي والاي. طبعا أعطينا اي لأنها مخطط. طالب أو طالب يقول لحظة، احنا نذكرها أربع،
قطاعات اللي هو زائد جي زائد اكس ماينس، نقول لا احنا افترضنا ان الاقتصاد مغلق وانه نبدا بقطاعين فقط او نموذج من قطاعين للانفاق. طبعا هنا هذه اعاده صياغه، لما كنا تذكرون سي زائد هنا ايش صار؟ انا ابغى اشوف الاستثمار المخطط كم يبلغ، نفس المعادله هنا. اذا في الحاله هذه الواي ناقص سي. سؤال، لما اقول الدخل ناقص الاستهلاك شو المتبقي عندي؟ المتبقي عندي هو الادخار. الاس تساوي الان الادخار يساوي الاستثمار المخطط. هذا ايضا من شروط توازن الاقتصاد، انه الادخار المخطط يوازي هناك، عفوا الادخار يوازي هناك الاستثمار المخطط، اي لشرط التوازن الاقتصاد المغلق. المغلق صياغه بديله وهي تعادل الادخار مع الاستثمار. اذا بيكون هنا هذا واحد وهذا اثنين، هذه شروط توازن الاقتصاد. واضح؟ شروط توازن الاقتصاد انه الناتج يساوي الانفاق الاستهلاك الخاص زائد الانفاق الاستثماري، او الانفاق الاستثماري المخطط يساوي الادخار. طيب من خلال الجدول اللي بنشوفه بعد شوي نشوف بس ايش اللي بالجدول. لاحظوا معي هذا الدخل او الناتج. اوكي؟ هنا طبعا هو اعطاني فرضيه. قال لي نفترض الان انه عنصر العمل هو اللي يزداد. حتى نشوف ايش اللي يصير. لو تلاحظون هنا يا اخوان يا اخوات، لما نزيد عنصر العمل او عناصر الانتاج ايش يصير في الناتج؟ لما احنا نتخيل بشكل بسيط انه هذا الاقتصاد يعتمد مثلا على مجموعه من الشركات، الشركات هذه كل ما زادت من عنصر العمل نفترض ان الناتج راح يزيد. هذا كمثال افتراضي. تخيل الان عندك منشاه، او تخيل عندك منشاه، والمنشاه هذه طبعا فيها مجال انك توظف عمال اكثر. كل ما وظفت او زدت من توظيف هذه العماله كل ما زاد انتاج هذه المنشاه. تخيل الاقتصاد وعنده طبعا العماله بالملايين، فاحنا زدنا العماله الان من 2 مليون 2.5، زاد الانتاج ولا ما زاد؟ فكل ما زدنا عنصر العمل هنا زاد الانتاج. طيب الانفاق الاستهلاكي هنا 430، بينما الدخل المتحصل عليه من هذا الناتج كم؟ 400. اذا عندي عجز صح ولا لا؟ هنا لابد يكون الانفاق الاستثماري ايضا يساوي ايش؟ يساوي الادخار. هنا الطلب الكلي اللي سميناه A D، سميناه ايش؟ A D، اللي هو عبارة عن C زائد I اللي هو الاستهلاك زائد الانفاق الاستثماري المخطط. طيب بس لاحظوا معي هنا الناتج او الدخل كم؟ 400 اللي هو الاي اس، وكم الطلب الكلي؟ 460. يعني معنى ذلك انه المستثمرين والمستهلكين اللي السي والاي يطلبون اكثر مما هو منتج. في الحاله هذه كيف بنغطي العجز؟ بنغطيه عن التغير غير المخطط في المخزون اللي نسميه دلتا انفيس، اللي هو التغير في الاستثمارات، اللي هو ايضا التغير غير المخطط في المخزون ويطلق عليه دلتا اي ان اف اللي هو انفستمنت، دلتا انفستمنت. فانا بحاول هنا اسحب من المخزون والبي هذا الطلب. طيب احنا لما زدنا هنا الناتج والطلب الكلي كم؟ الممثل في السي والاي 480، لكن انا انتج 450، اذا راح اسحب من المخزون. ايش اللي صار هنا يا اخوان؟ اللي صار عندي انه صار في توازن في الاقتصاد، العرض الكلي او الناتج يساوي الطلب الكلي. بالتالي هنا طبعا في نقطه مهمه، لاحظوا هنا الاستثمار الانفاق الاستثماري المخطط، اوكي، وهذا ايضا يساعدني في عمليه الانتاج لانه انا الان باستثمر في عناصر انتاج جديده، ما زال 30 في كل مرحله. لكن الادخار المخطط هنا يعتمد ايضا على الاستهلاك والدخل.
فنجد هنا انه الادخار المخطط ايش صار فيه؟ هنا طبعا يزداد. والدخل يزداد. ليش؟ لانه لا تنسون الميل الحدي للادخار بالموجب. كل ما زاد الدخل كل ما زاد الادخار. اوكي؟ فهنا يزداد الادخار يزداد بينما الانفاق الاستثماري مخطط كما هو. تذكروا انا قلت التوازن الاقتصادي يعتمد على شرطين لا تنسونها. الشرط الاول انه الناتج او الدخل يساوي السي زائد الاي الانفاق الاستثماري المخطط. معنى ذلك انه الطلب الكلي او عفوا العرض الكلي او الناتج يساوي الانفاق الاستهلاكي الخاص زائد الانفاق الاستثماري. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني انه الانفاق الاستثماري المخطط اللي هو 30 لابد ان يساوي الادخار. اذا 30 هنا لابد ان تساوي 30. لاحظوا معي هنا 500 تساوي ايش 500 صح؟ هنا 30 تساوي 30. تحقق التوازن ولا ما تحقق؟ اذا لو انا اعطيت هذه A B C D E F اذا شرط التوازن يتحقق عند النقطة C. ما قبل C عجز. عندي مشكلة. لذلك انا اسحب من المخزون. ما بعد C نقطة C عندي فائض. الفائض من الناتج وين اوديه؟ اوديه ايضا للمخزون فبالتالي يصير عندي. اذا نقطة التوازن توازن الاقتصاد الناتج يساوي الانفاق الكلي، طبعا انا ما عندي الا نوعين من الانفاق سي واي. الاستثمار المخطط يساوي الادخار المخطط، طبعا الادخار مخطط نتيجه للاستهلاك ناقص الدخل ناقص الاستهلاك. والتغير المخطط في المخزون يساوي صفر. نجي الان للمنحنيات اللي اتمنى ان شاء الله انكم تفهمونها. أنا بعطيكم بعض الأساسيات، يفترض أنكم اقتصاد جزئي أخذتوها، رياضيات، إحصاء، لكن لاحظوا معي. دائما المحور الرأسي أو العمودي يمثل عناصر الإنفاق. أنا عندي نوعين من الإنفاق، عندي سي وآي. المحور الأفقي يمثل الناتج الحقيقي أو الدخل، نسميه الناتج الحقيقي. واضح؟ إذا الناتج الحقيقي دائما يبدا من نقطة 45، متوسط نقطة 45 ننطلق خط مستقيم. الآن هل يتحقق التوازن مع الطلب الكلي؟ يعتمد على عناصر سي او اي. اوكي؟ هنا لو جينا الآن لو ما عندي إلا لو قلنا الطلب الكلي يعتمد على السي اللي هو الإنفاق الاستهلاكي. وكنت هنا. إذا توازن الاقتصاد بيكون عند النقطة بي. ليش؟ لأن 450 سوري لأن 450 هنا هي تمثل لي العرض الكلي وتمثل لي الطلب الكلي، لأن ما عندي إلا السي. وبالتالي هنا بيكون الادخار هنا طبعا هنا الإس مو مكتوب بس اكتبوها. هنا الإس طبعا بيساوي صفر. إحنا إيش قلنا؟ لحظة اوكي. الادخار هنا يتساوى الدي، طبعا اوكي هنا الادخار ما دخل ممتاز، لا امسحوه اذا كتبت الاس بيكون هنا الاس هنا الاس وهنا ايضا الاي بيكون الادخار والاستثمار. الرسم البياني عندي رسمين، الاعلى يمثل العرض الكلي والطلب الكلي اللي هو الناتج والقطاعات الانفاقيه. الرسم اللي تحت او الرسم البياني اللي تحت يمثل لي الادخار والاستثمار وعلاقته بايضا الناتج. طيب هنا لو تلاحظون طبعا السي هنا تساوي الواي. معنى ذلك ما عندي ادخار، اذا الادخار هنا كم يبلغ؟ يبلغ صفر. طيب دخلنا الان
قطاع الاستثمار اللي هو الآي دخلناه الآن في معادلة الطلب الكلي. إيش صار في نسميه إيش صار في المحور أو عفوا الكيرف اللي هو منحنى. إيش صار في منحنى الطلب الكلي؟ هذا منحنى الطلب الكلي لما كان عندي قطاع انفاقي واحد. الآن صار عندي قطاع انفاقي اثنين، الانفاق الاستهلاكي الخاص والانفاق الاستهلاكي الاستثماري. إذا في الحالة هذه يا إخوان ويا أخوات منحنى الطلب الكلي اللي هو الاي دي انتقل لوين؟ إلى أعلى. معنى انتقاله إلى أعلى أنه زاد الطلب الكلي، وعندما يتقاطع مع منحنى الناتج إذا معنى ذلك أنه الناتج يزداد والطلب الكلي يزداد. إذا هم في حالة توازن عندما يتقاطعون عند النقطة هذه. إذا هذه حالة توازن. نلاحظ معي هنا الطلب الكلي AD 500 وهنا AS اللي هو 500، أو بمعنى الواي تساوي AD. طيب لاحظوا معي أيضا، إذا هنا الشرط الأول تحقق. الشرط الأول تحقق معنى ذلك C زائد I اللي هي نفسها. الشرط الثاني S تساوي الI. لاحظ معي S تساوي الI هنا في النقطة هذه. إذا من خلال الرسم أيضا ممكن يتحقق هذا في حالة التوازن، لكن أحيانا بنشوف بعد شوي أنه ما يكون عندي حالة توازن. طيب لو أنا هنا، لو أنا هنا هذا لا يوجد حالة توازن، الطلب أعلى من العرض. لو أنا هنا، هنا بيكون العرض أعلى من الطلب، وممكن يكون عندي في بعض الفترات خاصة في المدى القريب ممكن يكون عندي زيادة أو نقصان أو عدم توازن بمعنى آخر. طيب هنا نأتي لموضوع أيضا مهم اللي هو مضاعف الإنفاق. ومضاعف الإنفاق هذا من أحد المواضيع جدا المهمة اللي يسمونه multipliers. وعندنا مثال شهير أو مشهور دائما يستخدم أنه إحنا لما نستثمر مثلا في الاقتصاد، السنة هذه استثمرنا مثلا 100 مليون، ما ودي أكبر الرقم أقول 100 مليار، خلنا نقول 100 مليون. من اللي استثمرها قطاع المنتجين. طبعا لما أقول 100 مليون هذا معناه أنه استثمرها في قطاعات إنتاجية. 100 مليون هذه بعد فترة بحسبة معينة راح تخلق لي كم؟ أو راح تؤدي إلى نمو الاقتصاد بكم؟ هنا يعتمد على المضاعف. شوفوا المضاعف، يعني مضاعفة الشيء اللي سميناه مضاعف الإنفاق. فهناك مضاعفات الإنفاق، هناك مضاعف الإنفاق الاستهلاكي، مضاعف الإنفاق الاستثماري، مضاعف أيضا الاستيراد. لكن لما ندخلها في معادلة الاقتصاد ككل بنشوف تأثيرها في الحالة هذه. قالك في هذا النموذج إذا زاد الاستثمار المستقل، ضخينا أموال في الاقتصاد من ناحية قطاع المنتجين بقدر معين يؤدي إلى زيادة الدخل الإجمالي. طبعا كل اقتصاد يتمنى أنه يزيد الدخل الإجمالي عنده، لي طبعا لأثاره الإيجابية على عدد. السؤال هنا قال لك وتؤدي الزيادة في الدخول. احنا ليش كنا كل دولة تسعى انها تزيد من الدخل الاجمالي؟ لانه الدخل الاجمالي راح ينعكس على دخول الافراد، واذا زادت دخول الافراد احنا نعرف العلاقة بين الاستهلاك والدخل الايجابية. اذا زادت دخول الافراد معنى ذلك انه راح يستهلكون اكثر، اذا استهلكوا اكثر معنى ذلك انه بيكون في طلب على السلع والخدمات، اذا كان في طلب على السلع والخدمات معنى ذلك انه المنتجين راح ايضا ينتجون اكثر، اذا انتجوا اكثر معناه بيكون في طلب على الايدي العامله. فنلاحظ انه العمليه بدات تكبر تكبر والاقتصاد بدا ينمو ينمو. طيب وتؤدي الزياده في الدخول الى زياده الانفاق الاستهلاكي لاعتماده على الدخل، وبذلك تتولد دخول جديده. وظفنا عمال جدد ايضا في دخول جديد. ينتج عنها زيادات متتالية في الاستهلاك. العمال الآن اللي وظفناهم الجدد بيصير عندهم دخل، إذا بيكون في استهلاك جديد، إذا بيكون في طلب على السلع والخدمات جديدة.
وتستمر هذه الموجات المتلاحقة من الإنفاق والزيادة في الدخل حتى يصل الاقتصاد إلى توازن جديد، يكون عنده الادخار المخطط مساويا للاستثمار المخطط، رجعنا للتوازن. إذا في الحالة هذه إذا مثلا الـ AD أعلى من الـ AS وضخينا أموال خاصة من قطاع المستثمرين، راح يستمر هذا الزيادة حتى نصل إلى أنه الـ AD يساوي الـ AS. هذا معناه أنه اوكي اذا زاد الدخل هذا معناه الاستهلاك راح يزيد، هذا معناه انه الليبر العماله راح تزيد، هذا معناه انه في دخول جديده راح تزيد، فيستمر يستمر الاقتصاد حتى يصل الى التوازن اللي هو AD يساوي AS. اوكي نرجع للموضوع. ولقياس أثر الزيادة أي من الإنفاقات المستقلة على الدخل نشتق أولا مضاعف الإنفاق المستقل اللي سميناه اكسبنشر مولتبلاير، فيكون شرط التوازن في اقتصاد مغلق من قطاعين فقط أي في غياب القطاع الحكومي والقطاع الخارجي على النحو التالي. لاحظوا معي عندي قطاع الاستهلاك وعندي قطاع الاستثمار، الفرضية السابقة المعادلة هذه أنتم عارفينها اللي هو دالة الاستهلاك وتعتمد على الدخل، البي شنو هي البي؟ من اللي ذكرها؟ الميل الحدي للاستهلاك، وعند الاستثمار اللي هو يساوي الاستثمار المخطط. طيب قبل ما ارويكم المعادله الان شو نسوي؟ نعوض عن سي، سي هنا ناخذ المعادله هذه وين نوديها؟ نوديها هنا. وطبعا هذه بتكون نفسها. في الحالة هذه ايش راح يصير عندي؟ الناتج او الدخل بيكون بالشكل هذا، سي اي اللي هو الاستهلاك المستقل زائد بي واي زائد اي. انتبهوا للشيء اللي اكتبه الان لانه بتشوفونه في الشريحة القادمة. ناخذ العوامل المشتركة، بيكون عندي واي مضروب في واحد ناقص بي واي، بمعنى انا اخذت هذه وديتها الناحية اليسار، شو اللي بقى عندي يا شباب؟ السي اي زائد اي زائد اي اي. الان بحسب الواي بيساوي واحد على واحد ناقص بي مضروب في ايش؟ في سي اي زائد اي اي. هنا هذا هو المضاعف. بنعطيكم مثال شيق جدا، نفس اللي كتبت قبل شوي، نفس المعادلة، لأن بعضكم متوقع بيقول لك وين جات هذه من؟ جات هذه من سي اي زائد بي واي زائد اي اي، هنا بناخذ العوامل المشتركة ناقص بي واي تساوي سي اي زائد اي، إذا واي تساوي واحد ناقص بي تساوي سي اي زائد اي اي، إذا واي تساوي واي تساوي واحد على واحد ناقص بي سي زائد اي. هذا هو المضاعف. طيب هنا لو بغينا الان نحسب، لو بغينا نحسب الان لا عادي عادي اوكي فاين. طيب لاحظوا معي ايضا مثل ما ذكرت لكم سابقا انه كيف اشتقينا هذه لهذه هي المضاعف. الان انا ابغى اعرف تاثير تغير الاستهلاك، مثلا لما ازيد الاستهلاك كم تاثيره على الدخل؟ فبيكون بحجم القيمه هذه. فهنا لما اقول لك والله التغير في الدخل بالنسبه للاستهلاك انا باخذ القيمه هذه وبشوف هنا، شفتوا هنا التغير في الدخل بالنسبة للتغير في الاستهلاك المستقل بيعطيني المضاعف. طيب بالنسبة للاستثمار نفس الحكاية، بيعطيني نفس المضاعف لأن الاستثمار مستقل.
هنا الآن لاحظوا يا أخوان قبل ما أدخل في الجدول بوسع العملية وبيصير عندي ثلاث قطاعات، إذا دخلت الإنفاق الثالث اللي هو الإنفاق الحكومي. القطاع الثالث الآن هي القطاع العائلي، الإنفاق الاستهلاكي الخاص، قطاع الأعمال، القطاع هنا السي، الإنفاقي الاستثماري الخاص هنا هذا الآي وهذا الجي. ولنفترض أن الحكومة قد فرضت ضريبة نسبية بمعدل تي على الدخل الشخصي، تذكرون الدخل الشخصي اللي أخذناه في المحاضرة الرابعة. الآن بنحسب الدخل الشخصي المتاح، بناخذ الدخل الشخصي ناقص الضريبة المباشرة. كما نفترض أن الاستثمار ما زال مستقلا، ما له علاقة بالدخل، إذا استثمار مخطط. وأن الإنفاق الحكومي أيضا مستقل، ما له علاقة أيضا بالدخل. وفي الحقيقة بس هذا للتبسيط. يمكن بهذه الحالة صياغة شروط توازن الاقتصاد كما يلي. ما راح برجع للجدول لأنه في معادلة بعطيكم إياها ومثال وبعدين برجع للجدول. شوفوا هنا عندي ثلاث قطاعات بتساوي سي زائد اي اي زائد اي زائد جي اي. هذا الاقتصاد من ثلاث قطاعات. اذا الطلب الكلي يساوي الانفاق الاستهلاكي الخاص اللي هو العائلي، الانفاق الاستثماري اللي هو قطاع الاعمال، الانفاق الحكومي اللي هو الجي. هنا هذه اداره الاستهلاك. طبعا جاني عنصر الان جديد اللي هو الضريبه. الضريبة هي تؤخذ من الدخل فبتكون نسبة إلى الدخل. الإنفاق الحكومي مستقل عن الدخل، الإنفاق الاستثماري مستقل. طيب في الحالة هذه بيكون عندي عملية تعويض. أنا باخذ المعادلة الاستهلاك وأربح بضعها هنا، وباخذ طبعا ما أخذ في الاعتبار أنه التي تساوي تي مضروبة في واي. ف في الحالة هذه خليني اكتبها، اوكي اتس فاين. سي اي زائد بي مضروبة في واي ناقص تي واي اللي ماخوذة من هنا زائد اي زائد جي اي. ناخذ الآن العوامل المشتركة. العوامل المشتركة بتكون واي ناقص بي واي ناقص بي تي واي معي تساوي سي اي. شكلها بتنفذ يا حبيبي، مشكلة الكهرباء هذه. اوكي تساوي شو مشكلة؟ معلش صار بس مشكلة فنية، بس اعتقد الاخ عبد الله جزاه الله خير حلها. فهنا يا اخوان ناخذ السي، بعطيها بس اللون، ناخذ السي هنا سي اي. يبدو المنطقة هذه، معلش المنطقة هذه خليني طبعا هذه مشكلة فنية ما لنا علاقة فيها. اوكي عبد الله لا توقف، خلي التسجيل ما هي مشكلة. هنا طبعا بناخذ السي زائد الاي زائد اوكي اعتذر مره اخرى. هي بتكون يا اخوان يا اخوات عمليه تعويض. ايش اللي بيصير الان؟ لما عوضنا طلع عندنا جانب الواي تساوي، أنا أعتذر وأعتقد ما أستطيع أكمل لأنه الشاشة فيها مشكلة. على كل عملية التعويض راح ينتج عنها إيش؟ ينتج عنها جانب أوكي السي زائد بي مضروبة في واي ناقص تي واي اللي ماخوذه من هنا زائد الله يا مشكله خلينا اوكي زائد هذا نعمله هنا لان المنطقه هذه فيها مشكله. جي 0 زائد اي 0، اذا عرفنا المشكله عبد الله، المشكله من الجهه هذه. طيب
لاحظوا معي يا اخوان، عندي عوامل مشتركة، عندي واي هنا وعندي واي هنا وعندي واي هنا. في الحالة هذه انا بعمل التحليل هنا لان المنطقة اليمين فيها مشكلة، فبيكون عندي واي واحد ناقص لا خلا خلا خليها خليها بس اوكي بوجد لها حل ان شاء الله. طيب يا اخوان معلش ارجع مره ثانيه. ذكرنا انه احنا بنعوض الان في معادله الطلب الكلي اللي هي الواي تساوي السي زائد الاي زائد الجي. اذا بناخذ كل عنصر مثلا سي هنا بنعوض بدلها بمعادله داله الاستهلاك، لكن لاحظوا معي التي هنا لا بدل ما تكون كابيتال تي بنعوض عنها ضريبه كجزء من الدخل. فبالتالي هنا بيكون عندي المعادله كل مالها و تتمدد. طبعا الجي بتكون هي نفسها في النهايه. ايش بيصير عندي؟ بيصير عندي طبعا للتوضيح هذا زائد وليس يساوي، زائد هنا اكتبوا زائد، فبيصبح عندي المضاعف بعد ما دخلنا الضريبه فيه. اوكي؟ اول لما ما كان عندي قطاع حكومي كان المضاعف عباره عن واحد واحد على واحد ناقص بي، لكن لما دخلنا الاستهلاك اصبح عندي الشكل هذا. طيب الجدول اللي ذكرتكم قبل شوي لاحظوا معاي هنا قال لك اثر مضاعف الاستثمار. ما هو مضاعف الاستثمار؟ مضاعف الاستثمار اللي اخذنا كان واحد، ايش مشكلة ال ايوه هذا هو، هذا مضاعف الاستثمار، ممتاز. مضاعف الاستثمار هذا هو، لو نلاحظ هنا هذا مضاعف الاستثمار، لاحظوا معي يا اخوان هذا هو مضاعف الاستثمار. بمعنى، وهذه النقطة اتمنى نحن ناسب على المشكلة فين اللي صارت، لكن هذه النقطة اللي أبغى أوصل لها. احنا نبغى نعرف الآن لما استثمرنا 100 مليون مثلا كم حققت لي كناتج. هنا ايش بعمل؟ بأخذ المضاعف اللي هو هذا المضاعف. هنا لا تنسون افترضنا هنا البي تساوي 8/10 اللي هو ام بي سي اللي هو المعدل الحدي للاستهلاك. اذا انا استهلك من دخلي 8/10 او 80%. الرقم هذا وين بحطه؟ بحطه هنا. اوكي؟ اذا بحطه مكان البي. لو نلاحظ هنا بيصير واحد واحد على واحد ناقص، اعملوا العملية الحسابية الآن. إذا في الحالة هذه بيصير واحد على 2/10. المضاعف كم؟ 5. إذا ال 100 مليون راح تحقق لي 500 مليون. إذا أنا استثمرت 100 مليون الآن بسبب المضاعف وبسبب الاستهلاك انه 8/10، إذا راح يخلق لي 500 مليون في الاقتصاد. إذا استثمرت 100 مليون، ال 100 مليون خلقت لي 500 مليون بسبب المضاعف. إذا تضاعف الرقم ال 100 هذا 5 مرات. أوكي؟ لو كان 7
وبعضكم الآن يعمل لي 7، يعمل 1 ناقص 7 يشوف كم يطلع، ايش توقعون؟ طبعا الرقم راح يقل لأن المقام هنا راح يكبر، بس في مضاعف. اوكي، بس لما دخلنا القطاع الحكومي، واحنا عرفنا القطاع الحكومي هناك ضريبة على الدخل، الضريبة هذه لما تؤخذ فهذه تقلل من حجم الاستهلاك، لأنه الدخل الشخصي هو عبارة عن ايش؟ الدخل الشخصي المتاح، هو الدخل الشخصي مأخوذ منها الضريبة المباشرة، وبالتالي بيقل دخلك الشخصي، بيقل الاستهلاك، واحنا نعرف ان العلاقة بين الاستهلاك والدخل علاقة طردية. فلو جينا هنا، لاحظوا معي هذا المثال قال لك أثر مضاعف الاستثمار على الدخل. هنا استثمرنا كم؟ 100 مليون. ال 100 مليون هذه طبعا في المرحلة الأولى هي زادت بالدخل 100 مليون. لكن بحكم المضاعف أنا أستهلك 80% من دخلي أو 8 من 10، إذا الزيادة في الاستهلاك كم بتكون؟ 80 مليون. بدخل 20 مليون. طيب ال 80 مليون هذه أيضا أنا أضربها في كم؟ في 8 من 10، يطلع لي كم في المرحلة الثالثة؟ بيطلع لي 64، أضربها في 8 من 10، ففي النهاية بيطلع لي ال 100 مليون اللي أنا استثمرتها أوجدت لي كم؟ 500 مليون. طبعا 500 مليون 400 مليون اللي هي 8 من 10 بتكون للاستهلاك، مجموع الاستهلاك، و100 مليون مجموع الادخار. المعادلة اللي دوختنا هنا، لاحظوا معي اللي قلت لكم زايد، ارجعوا الكتاب تحصلون زايد. هنا لو تلاحظون لما دخلنا الضريبة في المضاعف قللت من قيمة المضاعف، بدل ما أنا ما أزيد من 100 مليون تخلق لي 500 مليون، لازم أعرف كم قيمة الضريبة هنا. أنا أعرف أن هذه 8 من 10 حسب المثال السابق، الضريبة هنا كم؟ 1 من 10، 15 من 10، 20 عفواً، 1 من 10 أو 15 من 100، 20 من 100 اللي يقصد بها 2 من 10، هنا يعتمد على كم الدولة تفرض من ضريبة. إذا زادت الدولة من الضرائب على الدخول، هذا معناه أن الدخل راح كل ما زادت الضريبة كل ما انخفض قيمة المضاعف، كل ما قلت الدولة الضريبة كل ما زاد قيمة المضاعف. باختصار عشان لا أشوش عليكم الموضوع، المضاعف هو قيمة ما يتم مضاعفته من سواء من الاستهلاك أو من الادخار في الناتج. 100 مليون ما عندي ضريبة، وأنا عندي لازم أعرف المية الحدي للاستهلاك، إذا كان 8 من 10 إذا راح يخلق لي 5 مرات مضاعفة لل 100 مليون اللي هي 500 مليون. إذا قيمة المضاعف الآن 5، ممكن يكون قيمة المضاعف 4، إذا كان قيمة المضاعف 4 وأنا أستثمر 100 مليون إذا بحقق لي 400 مليون. لكن في النهاية كم بستهلك منها؟ إذا أرجع للميل الحدي للاستهلاك. نقطة أخرى أيضا، لما نكون عندي 4 قطاعات، 4 قطاعات اكتمل الاقتصاد، خلاص ما عندي اقتصاد مغلق، لا يوجد اقتصاد مغلق، لا يوجد اقتصاد مغلق، وجميع عناصر او قطاعات الاقتصاد دخلناها الان، خلاص الاقتصاد مكتمل. في هذا النموذج نضيف القطاع الخارجي ايضا بعد ما اضفنا القطاع الحكومي، ويفترض في هذا النموذج ان الصادرات مستقله، اذا بيكون عندي اكس. الواردات تعتمد على الدخل، الواردات هنا بيكون لها معادلة أو دالة اللي يسميها واردات مستقلة زائد بس أشوف الرمز اللي أعطوها هنا، طبعا بيكون لها علاقة بالدخل، وأعتقد أنه الام أوكي ام 1 مزبوط. M1 هنا تلاحظون اللي هي M1Y، إذا لها علاقة بإيش؟ بالدخل. إذا كل ما زاد الدخل كل ما زادت الواردات، لأن الإشارة موجبة. فمعادلة الواردات هنا وين بندخلها؟ لا تنسون عندي C زائد I زائد G زائد الآن X زائد M. الام هنا بدخلها وين؟ بدخلها في معادلة الطلب الكلي. إذا بيكون عندي
هنا دالة الاستهلاك وعندي دالة الواردات، ونعمل عملية التعويض، وفي الأخير لازم يكون عندي مضاعف. لما أنقل العوامل المشتركة إلى اليسار وأطلع الواي وأخذ العوامل المشتركة، في النهاية بيطلع عندي المضاعف اللي هو هذا يا أخوان. لاحظوا معي، شو اللي صار عندي الآن؟ هنا هذا عبارة عن إيش؟ C زائد I زائد G زائد X ناقص M. هنا طبعا تذكرون هذا يساوي C0 زائد BY هنا آسف أوكي Y ناقص TY. تذكرونها بيكون عندي C زائد فقط بعد اقدر اعوض عن معادلة الاستهلاك، بيكون عندي بي مضروب واي ناقص تي واي زائد اي زائد جي زائد اكس زيرو ناقص M0 زائد M1 Y. لاحظوا معي هنا عندي Y هنا وعندي Y هنا وعندي Y هنا. إذا الواي شو اللي بيصير الآن؟ باخذ هذه العوامل المشتركة بوقفها اليسار، بيطلع عندي في النهاية، شوفوا شو اللي بيطلع عندي، هذا هو المضاعف في حالة وجود أربع قطاعات. بافتراض أنه الإنفاق الاستثماري بافتراض ان الانفاق الاستثماري مستقل والقطاع الحكومي مستقل. اذا النقطة اللي ابغى اوصلها الان، لما صار عندي اربع قطاعات اكتمل الاقتصاد، عندي شرطين وارجو من الجميع وانتبهوا مهمة، واللبيب بالاشارة يفهموا. الشرط الاول تعادل الدخل المحلي، تعادل الدخل المحلي الإجمالي مع الإنفاق على الناتج المحلي، أي الواي تساوي سي زائد الآي زائد جي زائد إكس ماينس إم. الشرط الثاني، إذا هذا الشرط أنا أبغاه منكم كل يعرفه، طبعا أنا دخلت فصلت أكثر أساس أعلمك وين جاء المضاعف هنا. الشرط الثاني تعادل مجموعة التسرب اللي هو الادخار متسرب من الدخل، الضريبة مأخوذة من الدخل، والواردات مسحوبة من الدخل، هذا نسميه التسرب، يساوي الحقن، الحقن اللي حقنا الاقتصاد بالاستثمار بالانفاق الحكومي بالصادرات. اذا ولا يشترط ان تساوي مفردات التسرب والحقن، بل يكفي ان تتساوي المجموعتين، يعني مو شرط انه الاس يساوي الاي، وليس شرط ان التي تساوي الجي، في النهايه لابد الجانب الايسر يساوي الجانب الايمن. وفي هذا النموذج تصاغ معادله دخل التوازن على النحو التالي. احنا دخلنا ايش الان؟ دخلنا دالة الاستهلاك ودخلنا دالة الواردات، فبالتالي أصبح التوازن اللي هو العرض الكلي يساوي الطلب الكلي أو الناتج يساوي الطلب الكلي بالشكل هذا. طيب عشان الوقت بس، نظرية المعجل الاستثمار طبعا هذه أتركها لكم، هذه أيضا يتكلم عن طبعا كيف يتم زيادة الطلب الكلي عن طريق الاستثمار أو زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، ويقاس المعجل في الحالة هذه بمعامل رأس المال، أي التغير في رأس المال على التغير في الدخل. وهنا نظرية المعجل الاستثمار، هنا طبعا قياس المعجل يستخدم بالطريقة هذه، أنه الاستثمار قيمة الاستثمار أو حجم الاستثمار على التغير في الدخل، حيث ان كي مخزون الاقتصاد من السلع الراسماليه اللي تستخدم بالاستثمار او تستخدم في الطاقه الانتاجيه، والتغير في هذا المخزون اوكي التوازن دون مستوى الاستخدام الكلي. طبعا ارجو مراجعه الكتاب والرجوع الى نظريه كينز والقراءه اذا كان يتم التوظيف الكامل لعناصر الانتاج او لا. عندي طبعا الفجوه التضخميه، وهذه لما يكون الطلب الكلي اكبر من العرض الكلي طبعا
هذا يؤدي إلى زيادة الأسعار وبالتالي تحدث الفجوة التضخمية. وهذه بعض الرسومات حول الفجوة التضخمية. ولاحظوا في النهاية بيكون عندي أكثر من توازن، لكن في النهاية بوصل إلى التوازن الأخير اللي هو توازن الاقتصاد. الطلب الكلي في المدى الطويل يساوي العرض الكلي. الفجوة الانكماشية طبعا هذه لما يكون الطلب الكلي أو العرض الكلي أقل من الطلب الكلي، وهذه أحيانا يؤدي إلى وجود تضخم لأن ما في توظيف، ما في طلب على السلع والخدمات، فبالتالي أصحاب المنشآت يحاولوا يقللون من عملية التوظيف. التضخم الركودي طبعا لما يكون عندي ارتفاع في الأسعار وزيادة في السلع والخدمات، وهذه أيضا مشكلة اقتصادية كبيرة. ومثل ما ذكرنا التضخم الركودي نتيجة انخفاض العرض الكلي بسبب زيادة تكاليف الإنتاج ونقص الأرباح، مثل ما هو صاير الآن، اللي صاير الآن في نوع من التضخم الركودي أنه العرض قليل نتيجة لزيادة التكاليف خاصة أسعار المواد الخام وأسعار عناصر الإنتاج. وأيضا يكون في أيضا مصحوب بالكساد. احنا نعرف أن العالم أغلبه في يواجه موجة كساد، ومع ذلك هناك تضخم، هناك بعض الرسومات. أشكركم وأتمنى أيضا أن لا تكون هذه المحاضرة ثقيلة عليكم، ولكن إن شاء الله بإعادة قراءة المحاضرة والرجوع إلى الكتاب والاستعانة ببعض المراجع سوف يكون إن شاء الله موضوع أسهل من ذلك. شكرا جزيلا، والشكر موصول أيضا للأخ عبد الله اللي ساعدنا في بعض المشاكل الفنية.